جوائز البرنامج مقدمة من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم أطفال الدار المستمر طيلة الشهر الفضيل. ضيوفي متميزين، أتعرف معاهم على أهمية التزام المسلم بالنظافة، أسئلة ومشاركات وجوائز لكل أصدقاء البرنامج. رحبوا معي بصديق الأطفال أنيس. كيف الحال أنيس؟ شو رأيك نتعرف مع بعض على الأطفال الموجودين معنا في الاستوديو؟ نبدأ في الولد اللي هناك. شو اسمك؟ عزيز. كم عمرك عبد العزيز؟ 6. العمر كله ان شاء الله. من وين؟ من فلسطين. يا هلا فيك بكل اهل فلسطين. انت وين ساكن؟ في الامارات؟ في العين ولا ابو ظبي ولا دبي ولا الشارجه ولا عجمان ولا راس الخيمه ولا وين؟ العين. يا هلا فيك بكل اهل العين. نشوف معانا المشارك الثاني هني، الضيف الثاني. نبغي صفقه بس حقه. اسمك؟ عبد الله. عبد الله كم عمرك؟ 10. العمر كله ان شاء الله انت اخوان؟ يعني بعد جاي من العين وانت فلسطيني، صح؟ يا هلا فيك بكل اهل العين وفلسطين. اي صف عبد الله؟ صف الخامس. خامس رايح سادس ولا رابع رايح خامس؟ خامس. خامس رايح سادس. رايح سادس السنه الجايه ان شاء الله بالتوفيق، ونصفق له بعد ثاني ان شاء الله. نوصل حق البنت اللي هني. شو اسمك؟ ندى. يا هلا فيك يا ندى، كم عمرك؟ 7. العمر كله ان شاء الله. اي صف؟ ثاني. ثالث؟ ثاني. رايح ثاني؟ رايحة ثالث. رايحة ثالث ان شاء الله بالتوفيق، وصفقوا لها بعد. وانت شو اسمك؟ لبنى. من وين يا لبنى؟ من فلسطين. يا هلا فيك بكل اهل فلسطين. كم عمرك؟ 7. 7 سنين. العمر كله انتم 3 اخوان؟ وانتم 2 اخوان. نروح لاخر مشاركة معنا ونصفق لها هني. اسمك؟ غدير. كم عمرك غدير؟ 11. العمر كله ان شاء الله. من وين؟ فلسطين. يا هلا فيك بكل اهل فلسطين. من يعرف يرسم فيكم انتم اليوم؟ انا. كلكم بترسمون معانا؟ من يحب الرسم يحبها صدق صدق؟ خلاص كلكم ان شاء الله بترسمون معانا. حياكم الله جميعا في برنامجكم اطفال الدار، وللاطفال الراغبين بالمشاركه في المسابقه على مواقع التواصل الاجتماعي يشاركونا على تويتر هاشتاج اطفال اندرسكور الدار، وعلى فيسبوك ات الظفره تي في. وسؤال حلقتنا اليوم يقول: من كان اول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ من كان اول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ الفائز في المسابقه على مواقع التواصل الاجتماعي في سؤال حلقه امس راح نعلن عنه في الفقره الاخيره ان شاء الله. والحين خلونا مع بعض نبدا رحله اليوم من المرح والمعلومات والجوائز. في هذه الحلقه نتكلم عن النظافه. ابغى اسالكم انتم هني، ليش مهمه النظافه في حياتنا؟ نبدا في عبد الله، في عبد العزيز. عبد الله؟ عبد الله. عشان لما في الطريق يكون في وسخ نشيله، عشان ما تكون عشان ما يكون البلد مليان اوساخ. ونظافه جسمك ليش لازم تتحمم وتسوي شيء؟ ليش؟ عشان اكون نظيف. عشان تكون نظيف. نروح لعبد العزيز هناك. ليش يتنظف الانسان؟ عشان يكون الارض نظيفه. وبعد؟ بعد عشان ناخذ حسنات، صح؟ عشان ناخذ حسنات. نصفق لهم هم الاثنين. نروح لندى هني. ندى، شو أهمية النظافة؟ النظافة عشان إذا كانت الأرض وسخة نروح نشيل وسخ، عشان ما إذا كان في وسخ بعدين بيصير منظر البيت أو منظر الشارع وسخ. صح، مشاركة جدا جميلة. ندى، كيف الإنسان يتنظف؟
أول إشي يروح يتحمم، بعدين يدخل جوات البيت ينام، لما يصحى ما يكون وسخ، ما يكب على حاله أشياء. نصفق لها بعدنا دهني. ها نبنى. عشان البيئة ما تكون وسخة، وناخذ حسنات. إنزين كيف نتنظف؟ كيف ننظف البيئة؟ شو نسوي؟ يعني نسبح. والحديقة كيف ننظفها؟ كيف نخليها نظيفة؟ نلم الأوساخ. نلم الأوساخ وأصلاً ما نرمي الأوساخ صح؟ نعدها في سلة المهملات. نصفق لهم هم الاثنين ما صفقنا لهم. وها غدير. عشان لازم النظافة من الإيمان، ولازم ننظف حالنا وننظف البيت، وما تكون البيئة وسخة. بالفعل مشاركة جدا جميلة، نصفق لها. شكرا لمشاركاتكم. النظافة من الإيمان، لأن الاغتسال والاعتناء بنظافة الجسد والملابس تبعد عن الأمراض، والإسلام حث على النظافة، ولذلك المسلم يتوضأ 5 مرات في اليوم قبل كل صلاة، ليكون الإنسان خلال الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى طاهر النفس والجسد. وأكيد كل ما اعتنى الإنسان بنظافة جسده حافظ على صحته والعقل السليم في الجسم السليم. لكل الأطفال الذين يتواصلون معنا اليوم في البرنامج يفكرون بأهمية النظافة علشان يشاركون معنا ونتعلم من بعض. وأخيرا النظافة لا تقتصر على الجسد والملابس فقط، يجب نتعلم المحافظة على نظافة المسجد والحديقة والشاطئ والسوق والشارع وكل مكان نروح عليه. قبل ما ناخذ اتصالات أحب أنوه إلى كل أصدقائنا الأطفال أن يحق المشارك فقط الفوز مرة واحدة لإتاحة الفرصة للآخرين ويفوزون ويفرحون، واللي يفوز 2 و3 ما بيحصل غير جائزة واحدة. وبنبدأ حلقتنا وناخذ اتصالات، نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ مصطفى. يا هلا فيك يا مصطفى. كم عمرك يا مصطفى؟ 11. مصطفى العمر كله، أنت أول مرة تشارك معانا؟ آه. إنزين سؤالك يا مصطفى يقول: من أول مولود للمسلمين في المدينة المنورة بعد الهجرة؟ الزبير بن العوام أم عبد الله بن الزبير؟ أم عمار بن ياسر؟ شو يقول أنيس؟ أنيس شو تقول؟ أنيس يقول رقم 2، يعني عبد الله بن الزبير. رقم 2. نثبت؟ عبد الله ثبت. كلكم موافقين ولا لا هني؟ اللي موافق يرفع يده. كلكم موافقين، يعني هم كلهم وأنيس بعد يقولون رقم 2. نثبت؟ أوكي ثبت. آخر كلام؟ آخر كلام. أنيس يصفقون، كل يصفقون. مبروك. مبروك فزت معانا بجائزة نقدية قيمتها 200 درهم مقدم من قناة الظفرة. مصطفى راح مصطفى. نشكرك يا مصطفى على اتصالك، ونواصل حلقتنا مع اتصال جديد. يقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ رزان عبد الله. رزان يا هلا فيك يا رزان، منو تكلمينا؟ من العين. يا هلا فيك بكل اهل العين. رزان كلمينا عن النظافه. انه لازم نحافظ على البيئه عشان ما تتلوث وهيك بس، يعني عشان نحافظ عليه عشان ما ينتشر الامراض والجراثيم. انزين رزان حافظه سوره قرانيه؟ اه. ممكن تسمعينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. رزان سؤالك يقول: من اول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحيه الاسلام؟ من اول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحيه الاسلام؟ صهيب الرومي. بيساعدك انيس. صهيب الرومي ولا سلمان الفارسي ولا معاويه بن ابي سفيان؟ خلي انيس يساعدني. انيس يدور على الاجابه، انيس يختار الجواب الثاني. سليمان الفارسي مش سليمان. أيوة. نثبت. آخر كلام، ما بتغيرين؟ ما بغير. عبد الله يقول رقم 3. أنا مع أنيس. أنت مع أنيس، نثبت. نشوف كنترولنا شو يقول. وبالفعل إجابتك صحيحة. مبروك فزتي معانا جائزة نقدية قيمتها 200 درهم مقدمة من قناة الظفرة. نشكرك على اتصالك. نروح لكم هني، منو حافظ القرآن؟ أنا. نبدأ من هني ونروح. أول شيء أنت. بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بس ما نبغي نسوي قل والله واحد، نبغي غير. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، فما والترائب إنه على رجعه لقادر، فما له من قوة إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر ويوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إن كل نفس إنه لكل لقول فصل، وما هو في الهزل، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. نشكرك على مشاركتك ونروح لندى. هني ندى، شو بتسمعينا؟ سورة الشمس. سمعينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والنفس وما سواها، قد أفلح من ألهمها فجورها وسقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم. وقف لي هني. نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. نروح لبنى هناك. سورة الكافرون. سمعني. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صدق الله. صدق الله العظيم. بس غلطت في شيء صغير، اسمع علي نطوفة. نروح الغدير هناك. سمع. سورة أسماء الله الحسنى. يلا. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. غدير، تعرفين هذه أي سورة؟ أي سورة؟ بالفعل إجابتك صحيحة. نشكركم جميعا. الحين منو يبدأ يرسم؟ لأن أنتم كلكم بترسمون اليوم، صح؟ نبدأ في البنات هني. تروح ندى أول شيء. تعال أنت هني، تعال عبد العزيز هني. شوف أول شيء، شو بترسمي لنا؟ برسم بنات ومعهم لا برسم قصر ومعه سيارة. لفي لفي. العكس 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 يا أنيس. الحين قولي، شو بترسمين؟ قصر وشارع مع سيارة وبالونات. يعني إن شاء الله تكون يعني رسمة حلوة، بتكون كبيرة وايد. إن شاء الله نشوفها بعد ما تخلصين. نروح للمتصلين، نقول ألو. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم، منو معاي؟ ألو. بلال من العين. يا هلا فيك يا بلال، كيف الحال؟ الحمد لله. كم عمرك يا بلال؟ 6. العمر كله إن شاء الله. بلال، شو حافظ من القرآن؟ قل هو الله أحد. سمعنا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بلال تكلم عن النظافة، ليش الإنسان يتنظف؟ ليش الإنسان يتحمم؟
عشان الله أمرنا بالنظافة. في حد يساعدك يا بلال؟ أمي. زين خل أمك عيلة تساعدك في السؤال. سؤالك يقول: من أول من جهر بقراءة القرآن الكريم في مكة؟ بلال الحبشي ولا سيدنا عمر بن الخطاب ولا عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود. كيف تعرف؟ منو قال لك؟ ماما. الله يخليها لك. أنيس شو تقول أنت؟ أي جواب؟ يعني جاوبهم صح؟ يعني نثبت؟ أنيس يقول لك ثبت. تثبت يا بلال؟ آه نثبت. أشوف كنترولنا شو يقول. بالفعل إجابتك صحيحة، مبروك فزت معانا جائزة نقدية قيمتها 200 درهم مقدمة من قناة الظفرة. نشكرك يا بلال على اتصالك. ناخذ اتصال ولا؟ حلقتنا متواصلة وجوائزنا قيمة، اتصل على رقم البرنامج وشارك معانا الفرحة بالشهر الكريم. الفقرة التالية بلادي الإمارات، فاصل قصير ونواصل. أحيي كل الأطفال اللي يتابعون برنامج أطفال الدار في كل مكان، ولأحبائنا الأطفال موجودين في الوطن العربي والعالم يتابعون معانا هذه الفقرة عشان يتعرفون على الأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية في كل مدن الإمارات، خصوصا الأماكن المخصصة للأطفال. وأكيد نتمنى يزوروننا ويتعرفون على الأماكن الجميلة بأنفسهم. للأطفال الذين يرغبون في المشاركة في المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي يشاركونا على تويتر هاشتاج أطفال أندرسكور الدار، وعلى فيسبوك آت الظفرة تيفي. وسؤال الحلقة يقول: من كان أول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ من كان أول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ أجب عن هذا السؤال على حسابات قناة الظفرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فوز بجائزة نقدية قيمتها 500 درهم مقدمة من قناة الظفرة. وقبل ما ناخذ مشاركين أصدقائنا عبر الهاتف، نتعرف من ضيوفنا على رحلاتهم ومعلوماتهم عن أهم الأماكن في دولتنا الحبيبة. نبدأ فيك، وين رحت في الإمارات؟ أماكن حلوة وزرتها؟ دبي وأبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة. إذن اختار من المدن اللي قلتهم الأربعة، اختار مكان رحت حلو وعيبك. يعني دبي. في دبي وين رحت؟ ولا في الشارقة وين رحت؟ ولا دبي. شو وين رحت في دبي؟ دبي رحت عند الفندق والبحر، عند الألعاب والقوارب. واستأنست هناك؟ وايد؟ شو سويت هناك؟ كيف؟ شو سويت هناك؟ رحت لعبت. لعبت؟ إذا تعرف شو اسم المكان؟ أي رحته؟ لا. ما تعرف؟ في دبي بس. إيه. أكيد؟ في دبي؟ ليش راقد زين؟ تحرك اسرع. ايه. علي صوتك. ايه. سمعت انيس؟ سمعت ولا لا؟ يقول ما سمعت، علي صوتك. ايه. الحين اسمع انيس، اكيد سمعت صح؟ انزين نروح هني لعبد العزيز. وين رحت اماكن حلوه؟ اماكن فندق، بحر. بعد؟ القارب. قارب بعد. الهيلي. الهيلي وين؟ في دبي ولا العين؟ العين. في العين. نشكرك على هذه المشاركة. نروح للبنى صح؟ وين رحتي؟ أنا رحت عند البحر، عند الألعاب والفندق والقارب. نفسهم يعني. زين لا شو يعني وين رحتي اماكن غير؟ رحنا على السوق. اي سوق؟ شو اسمه؟ دبي مول. دبي مول كبير؟ اه. وايد؟ اه. حلو؟
حلو؟ آه. يعني أروح أنا؟ اقعد عبد العزيز اقعد. زين نروح الغدير نشوف وين راحت. ما نبغى القارب والبحر وهالأشياء. رحت على رأس الخيمة عند البحر وكان بالبحر يعني في ألعاب مائية وصلنا نلعب فيهم. شو اسم المكان اللي في رأس الخيمة زين؟ ما بعرف. زين أعطينا مكان رحتي وتعرفين شو اسمه. في دبي في وايد أماكن. دبي مول. دبي مول شو فيه؟ شو سويتوا هناك؟ بس تسوقتوا ولا لعبتوا؟ تسوقنا ولعبنا. وين لعبتوا؟ في الألعاب في كيدزانيا ولا الألعاب شو اسمه؟ في سيجا الثانية؟ لا كيدزانيا. في كيدزانيا شو اشتغلتوا؟ منو راح معاك؟ بابا وماما. هني من الأطفال اللي معانا؟ كلهم. كلهم؟ تعالي لبنى لبنى، قولي لنا شو سويتي في كيدزانيا؟ في كيدزانيا شو اشتغلتي؟ شو اشتغلتي في كيدزانيا؟ يعني اشتغلتي شرطة ولا أطفاء ولا إسعاف ولا شو؟ ولا سويتي؟ طبيبة. طبيبة؟ عالجتي الناس؟ وساعدوك؟ اه. أكيد؟ اه. إنزين وأنت عبد العزيز شو اشتغلت؟ شرطة. اشتغلت في الشرطة؟ عاي ليش تقولنا رحت القارب؟ ها قلنا عن الشرطة شو سويت؟ مسكت الحراميين وحطيتهم بالسجن. مسكت الحراميين كانوا يركضون. وانت اسرع منهم. ركضت وراهم مسكتهم. هي ولا لا؟ كيف مسكت الحراميين زين قول لي؟ لبسوك لبس الشرطه؟ واعطوك فلوس بعدين؟ واشتريت فيهم؟ نروح لك هني يا عبد الله. ايش سويت هناك في زانيا؟ ايش سويت؟ رحت هناك انت؟ ايش سويت؟ رحت اشتغلت اطفاء. اطفاء؟ يعني كان في حريجه وطفيتها انت؟ واعطوك فلوس وصرت حطيتهم في كرت البنك صح ولا لا؟ زين ليش اخترت الاطفاء؟ عشان اساعد الناس واطفي الحريق. عشان تساعد الناس، عشان تتعلم، عشان يوم تكبر تصير رجل اطفاء، صح ولا لا؟ عليش تساعدهم انت ما تصير رجل اطفاء؟ شو بتستوي زين يوم تكبر؟ شو تبغى تشتغل وانت يوم تكبر؟ جيش. شو؟ جيش. في الجيش؟ يعني الحين اقوى من الاطفاء، قبل ساعدت الناس في الحريق، الحين تساعدهم بطلقات. صح ولا لا؟ صح. انزين نروح، نسيت شو اسمها؟ ندى. ندى صح؟ شو رسمتي يا ندى؟ قاعد ترسم، قولي لنا شو ترسمين؟ رسمت شمس وسماء ورسمت قصر ورسمت بنات معهم بلالين ورسمت شارع ورسمت هاي الشرطة بس ما كملت طاقيتها. شرطة قاعدة توقف الناس عشان حرمية. كملي عيال، نحن بنشوف رسمتك أول ما تخلصين، لما تخلصين قولي لي خلصت، بشوف رسمتك وبنعلق عليها. نروح لاتصالات المشاهدين، نقول ألف سلام عليكم. ألف سلام عليكم. منو معاي؟ سارة ياسر. يا هلا فيك يا سارة، منو تكلمينا؟ من إيمان. يا هلا فيك بكل أهل عجمان. سارة كلمينا عن النظافة. النظافة من الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنظافة. إنزين نشكرك على. إن الله نظيف يحب النظافة. بالفعل مشاركة جميلة. يحب الجمال. وبعد هذه أجمل، هالمعلومة أجمل. إنزين ممكن تقولي لنا مكان حلو رحتيه في الإمارات؟ تكلمين عنه. غير البحر والقارب والألعاب. دريم لاند براس الخيمة. دريم لاند براس الخيمه، شو سويتي هناك؟ العاب مائيه، في العاب حق الكبار وفي العاب حق الصغار. انت متاكده ان دريم لاند براس الخيمه؟ في العاب مائيه براس الخيمه. انزين سؤالك يقول اين تقع جزيره صير بنياس؟ نعم، اين تقع جزيره صير بنياس؟ في إمارة عجمان ولا راس الخيمة ولا إمارة أبو ظبي؟ أبو ظبي. متأكدة؟ أنيس متأكد أنت ولا لا؟ أنيس. أنيس يقول صفقولها من الحين قبل لا نتأكد بعد.
بالفعل إجابتك صحيحة، وفزتي معانا جائزة نقدية قيمتها 200 درهم مقدمة من قناة الظفرة. حافظة سورة من القرآن؟ راحت. نشكرك على اتصالك. هاي ندى خلصتي ولا لا؟ أشوف رسمك. شلها شلها يا أنيس، خليها ترفعها وتراويها المشاهدين. لفي كذي كذي. عطها عطها في إيدها وخليها تخبرنا شو رسمت. أنا رسمت هاي الأصفر اللي فوق، شو أشري عليه وقولي شو؟ هذه شمع. واللي عدالها؟ هذه سما. سما، واللي تحت؟ قصر، وفيه بنات سووا عيد ميلاد، عيد ميلاد هذه البنات، وهاي البنونات. والشارع اللي تحت؟ منو جاي داخل الحفلة؟ ولا حدا هذا، بس في شرطة أبوهم بيشتغل شرطة، ومسك الحرامي قاعد يصيح. مسك الحرامي نفسه، صح؟ شو كان يسرق الحرامي؟ كان يسرق ذهب. يسرق ذهب من الحفلة؟ ولحق عليهم؟ الحمد لله أنا لحق عليهم يا عيال. شو رأيكم في الرسمة، حلوة ولا لا؟ حلوة. أنت هني الشرطي اللي مسكت الحرامي، شو؟ اللي يقول حلوة يرفع إيده. ليش حلوة؟ شو الحلو اللي فيها؟ الشرطي أكيد، صح؟ لأنه مسك الحرامي. صح ولا لا؟ انزين، منو الحين بيرسم؟ بترسم؟ بتقوم ترسم؟ صفق لها وقوم ارسم. يا تعالي تهني وانت روح ارسم. أول شي قول لنا شو بترسم؟ أنت أكيد ترسم الحرامي اللي الشرطي مسكه، صح ولا لا؟ أرسم ولد بيلعب الشارع، وبرسم بنت. يلا ارسم لنا وخلص. بعد ما تخلص أنت بترسم لبنى، أوكي؟ نروح لما تصلينا نقول ألو السلام عليكم. ألو؟ ألو السلام عليكم، منو معاي؟ ختام. نعم؟ ختام. ختام؟ يا هلا فيك، منو تكلمينا؟ من عجمان. يا هلا فيك بكل أهل عجمان. قبل السؤال نبغي آية قرآنية. بقرأ سورة الملك. تفضلي. لا، سورة القلم. أوكي، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نون، والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. لأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انزين، نشكرك على هذه المشاركة، بس أبغيك تقولي لنا مكان حلو زرتي في الإمارات. يا ختام. سيقة. سيقة في دبي مول اللي لعبوا فيه اليهال هني، صح؟ ما لعبوا. لا، راحوا كتزانيا، قص عليك. انزين، سؤالك يقول أين تقع قلعة الحصن؟ لا، سألناها السؤال. سألنا ولا ما سألنا؟ سألنا ولا ما سألنا يا أنيس؟ ما سألنا. انزين، أين تقع قلعة الحصن؟ مدينة حتى؟ أبو ظبي. ولا الذيد ولا مدينة أبو ظبي؟ مدينة أبو ظبي. نثبت بدون مساعدة أنيس، ما نحتاج أنيس. أبو ظبي. زعل أنيس. أنيس خلاص روح. أبو ظبي. تعال خلاص، ساعدهم تعال. تبين مساعدته ولا لا؟ لا. لا خلاص روح. أنت تعال صفق لها، تعال. زعل، باي باي. زين، نشوف كنترولنا شو يقول. بالفعل إجابتها صحيح. إجابتها صحيح. صفق يا أنيس. ألف مبروك، فزتي معانا جائزة نقدية قيمتها 200 درهم مقدمة من قناة الظفرة، وشكرا على اتصالك. من يبى الكرة؟ ناخذ اتصال جديد. تعالي ندى، تعالي عادي. ناخذ اتصال نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ دعاء. يا هلا فيك يا دعاء. كم عمرك؟ 12 سنة. العمر كله إن شاء الله. نبغي مشاركة، يا أما آية قرآنية، يا أما تقولي لنا أو تكلمينا عن النظافة. بتكلم عن النظافة. قولي لنا.
انه يعني لازم ننظف ننظف ولا ما نخلي مكاننا وسخ، واذا احنا على الحديقه يعني اذا كلنا او سوينا شيء ننظف مكاننا وشي يعني. بنشكرك على هذه المشاركه، بس بعد نبغي ايه قرانيه. بخلي اختي تقرا. اوكي خليها تتفضل. اوكي. الو الو، شو اسمك؟ الو الو مروة. يا هلا فيك يا مروة. مروة شو بتسمعينا؟ اي سورة؟ قرآن. اي سورة؟ قل هو الله احد. تفضلي. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم، نشكرك على هذه المشاركة. تبغين انت تجاوبين على السؤال ولا اختك؟ لا انا بجاوب. انت اللي بتجاوبين، دعاء بتجاوب. سؤالك يقول: اين تقع عين مضب؟ في مدينة ابو ظبي ولا الفجيرة ولا مسافي؟ معصب انيس، عنده شيء، شوف زعل لف وجهه. انيس ما يبي يساعد. ليش؟ ما ادري بس زعلان، زعله. تبين مساعدته ولا لا؟ ايه ابا يبغي، تبغي مساعدك تساعدها؟ خلاص رضا بيساعدك الحين. سؤالك يقول: اين تقع مدينة او عين مضب؟ في العاصمة ابو ظبي ولا مدينة فجيرة ولا مسافي؟ انيس الفجيرة. الفجيرة. نثبت؟ نثبت. اخر كلام؟ تصفق لها يا انيس. نشوف بالفعل اجابتك صح، والف الف مبروك فزتي معانا كوبون في اي بي بقيمه 500 درهم مقدم من حديقه ياسب ابو ظبي. نشكرك على اتصالك. اذكر الاطفال الراغبين في المشاركه الاتصال على رقم البرنامج. فنون تراثيه وامثال شعبيه، وكل من لديه مثل او اغنيه تراثيه يجهز نفسه. فنون والعاب وامثال شعبيه بعد الفاصل. أرحب بكل الأطفال يتابعون برنامج أطفال الدار. الفنون التراثية والألعاب الشعبية والأمثال نحبها ونعتز بها. نواصل حلقتنا مع مشاركات أطفال الدار. قبل ما ناخذ مشاركات نذكر برقم البرنامج للمشاركة والتفاعل والفوز بالجوائز، وذكر الأطفال الراغبين في المشاركة في المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي على حسابات القناة. يشاركونا على تويتر هاشتاج أطفال أندرسكور الدار، وعلى فيسبوك آت الظفرة تيفي. وسؤال الحلقة يقول: من كان أول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ تعرف يا أنيس؟ ما يعرف أنيس. من كان أول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ تعرف؟ لا ما تعرف. والجائزة نقدية قيمتها 500 درهم مقدمة من قناة الظفرة يوم غد إن شاء الله. ناخذ اتصال نقول ألو. السلام عليكم. تعالي تعالي نتا تحديثي. نبدأ فيك أنت. أبغيك تقولي لي لعبة شعبية. لعبة شقحة. كيف يلعبونها؟ أو شو اسمها؟ شو اسمها؟ ندى. لا شو اسم اللعبة؟ شقحة. كيف يلعبونها؟ لعبة الشقحة بيجيبوا أحجار كتار، بعدين بيرموها فوق، إذا حدا طاحت حجرته مو بيسووا حفرة كبيرة بيحطوا أحجار كتار، بعدين إذا رفعوها فوق وما إجت على إيديهم بخسروا، ما بيفوزوا، بيطلع برة اللعبة. من يعرف هاللعبة؟ اللي يرفعها يرفع إيده، اللي يعرفها. بس أنيس يعرفها، من يعرفها منكم؟ ما حد يعرفها بس أنيس. عبد العزيز تعرف ولا لا؟ تعرف اللعبة؟ شو اللعبة؟ أنيس يقول هذا، عبد العزيز يقول عرف. تعرف؟ آه.
شو اللعبة؟ لعبة كرة السلة. كيف يلعبونها؟ هاي لعبة شعبية كرة السلة؟ اه صدق. زين كرة التنس كيف؟ تنس شعبية ولا لا؟ كرة قدم؟ لا مو شعبية. زين شو رسمت لنا قلنا يلا؟ يا عيني ولد زعل والولد تذكر راح أشر أشر عليه. الولد زعل والولد راح والولد شرطة أجر وضربه وبعدين الشرطة مسكته وتاخذ الزلمة قاعدين بيتضاربوا بعدين الشرطة مسكت الحرامي حطته بالبيت هاي الولد وبعدين طخ رجلها وسكر بالسجن. هاي رسمة ولا مسلسل؟ رسمة رسمة بس ها؟ شوف في رسمة صغيرة داخل الرسمة بعد شوفها خضرة صح؟ شو هاي؟ شو الرسمة؟ أشر عليها الخضرة؟ شو هاي؟ ولد الصغير كجيتو هو معه مسدس طخ رجله. رجل منو؟ رجل الحرامي. وين الحرامي؟ والله تحسبها رسمة أنا. الحرامي طلع. خلصت؟ آه. بس هاي هي؟ نصفق لأكلنا؟ ما شاء الله عليك. الحين نبي نرسم لبنى صح؟ بعد لبنى غدير وبعدين أنت بترسم. يلا بدو معك. زين الحين منو حافظ اناشيد وشعر؟ اللي حافظ يرفع ايده. اناشيد وشعر وشعر. انت شعر ولا انشوده؟ لا انت نبغي مايك نبغي مايك. انيس مقصر اليوم متاخر. عندك الشعر. شعر ولا انشوده؟ انشوده. اي انشوده؟ عمي منصور نجار. يلا سمعنا. عمي منصور نجار. يحمل في يدي المنشار يعمل يعمل وهو يغني في يدي دوما دوما اشعار. لا بلى في فمه دوما اشعار. في فمه دوما اشعار يعمل يعمل وهو يغني في يده دوما الانشار. صدقني صدقني في فمه دوما اشعار. أزين قلت لعمي يلا. قلت لعمي اصنع لي لعبة. قال 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 شكلها مو حافظ نسى. شوف زعل أنيس روح. تعرف ولا لا؟ نسيت ولا تعرف؟ نسيت. نسى خلاص نروح لندى. ندى شو شو نشوتك ولا شو شعر؟ ما أعرف شو بتسوي؟ نشوده ولا شعر؟ شعر؟ يلا قولي شوف. يا لبن يا نعمة لا تحرمنا منك خليك جنبنا واللي اسمه لبنى هذا بيعطينا اللبن. صفقه كبيره. انت عبد العزيز شو عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اقرا اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صفق له. نروح الغدير. غدير شو عندك؟ شو؟ شعر. شعر يلا تفضلي. أرض الإمارات التي من فكرها مدت شرايين الإخاء ترحما أنا لا أقول السم تسمع لحنها أو سوف يبصرها كما قيل العمى. بس نشكرك على هذه المشاركة ونصفق لها بعد. يلا صفقوا صفقوا براكم نايمين ناموا. غدير أنت بعد لبنى بترسمين زين؟ وين وصلتي يا لبنى؟ بس شويه شو ترسمين انزين؟ غيوم وشمس وبيت بسرعه بس انزين
وسيكل. خلاص اوكي بنشوف رسمك بعد ما تخلصي. ناخذ اتصال. الو الو الو، منو معاي؟ مع غلا. نعم غلا. غلا يا هلا فيك يا غلا، منو تكلمينا؟ من دبي. يا هلا فيك بكل اهل دبي. مطلوب منك مثل شعبي. انا مثل شعبي هي. يعني مثل شو؟ امثال اي مثل صح؟ اي مثل بس يكون شعبي. انا حابه مثل بس ما بعرف اذا شعبي ولا لا. لو كان كلام الناس له قيمه ما كان كيس الزباله اغلى من الجريده. ها هذا الكنترول يعرف اذا هو شعبي ولا لا. اول شيء هو صدق مثل. طيب انا عندي يعني قصيده عن دوله الامارات. تفضلي سامعيني عيال. نعم زايد نعم راشد شموخ في جبين الدهر شيوخ رسخوا الهمه ولا شفنا لهم امداد وضموا سبع امارات باصرار بان الفجر في يوم 2 ديسمبر زغ نوره على الميعاد جميعا اصبحوا يد على شده تشد الازر لينا لينا الامن اصبح مقيما بيننا معتاد. بس صح لسانك ونصفق لها. والف الف مبروك فزتي معانا جائزه قيمتها 500 درهم وكوبون، مو جائزه قيمتها 500 درهم، الكوبون قيمه 500 درهم مقدم من حديقه ياس المائيه. والله كله من انيس يخربطني والله. انيس انا براويك بعد الحلقه امسك. شوف الرسمه من لبنى، روح لبنى شوف. اول شيء الغيوم والشمس. شو؟ وبيت بعد شو هاللي في النص الاخضر لإعدال البيت؟ سيارة. واللي تحت؟ سيكل. نصفق لها كلنا. وحين بدي مع غدير. غدير بتروح ترسم. ندى تعرفين تطبخين؟ تسوين اكلات؟ شو؟ معكرونة؟ ما يسمعنا أنيس، أنيس كله دوم متأخر، يلا قولي لنا شو تسوين؟ مكرونة بس ما بمسك الغاز، مامي جابت ولا غاز. لأن تخاف عليك صح ولا لا؟ زين اسألي غدير قولي شو ترسمين؟ غدير شو بترسمين؟ يلا روح الحين عند غدير جاوب. راح أرسم شمس وسماء وقز قزح. حلو. نشوف بعد الرسمة ونعلق عليها. ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ ياسمين. ياسمين يا هلا، منو تكلمينا؟ العين. يا هلا فيك بكل أهل العين. ياسمين نبغي منك أكلة شعبية ومكوناتها. إذا جاوبتي بتفوزي معانا. الهريس. شو مكونات الهريس؟ اللحم. بعد؟ قمح. بعد؟ الزيت وملح وبس. انزين ياسمين تعرفين؟ اتفضلي. الله يا دار زايد كيف محلى يا ناس حلوة ويقرب مغرام فيها كن القمر يوم يظهر من محية يغايش الحس ويسمح يفي بعدي بس. نشكرك على هذه المشاركة يا ياسمين، وألف ألف مبروك فزتي معانا كوبون بقيمة 500 درهم في آي بي مقدم من حديقة ياس المائية. ياسمين شكرا. نبغي مثل شعبي قبل لا تروحين. راحت قبل لا تقول لنا مثل الشعبي، يضحك علي أنيس بعد. نرجع لغدير، غدير بديت الرسمة؟ بعدها ما رسمت شيء غدير، خلينا نتخلص بعدين نشوف شيء. زين نروح لندى ولبنى وعبد العزيز. إيه
نبغي منكم أكلة شعبية تحبونها تحبونها وايد في رمضان تأكلونها. أنا شو تأكلي؟ أنا بحب معكرونة بالبشاميل وكمان بحب كفتة. تحبينها تحبينها وايد. وأنتي لبنى؟ لبنى لبنى بحب الشوربة وبحب العوامة بحب الهريسة. شو تغديتي اليوم؟ شو تغديتي؟ سمك. تغديتي سمك اليوم؟ اه مو صايمة يعني؟ تغديتي ولا لا اليوم؟ لا ما تغديتي. عاد منو اللي كل السمك؟ منو اللي اكل السمك؟ من اللي اكل السمك؟ انت قلتي تغديت سمك. لا ما تغديتي. ما تغديتي صايمة يعني؟ اه صايمة الحمد لله. وانت عبد العزيز؟ عبد العزيز تجي تطلع عينه ليش؟ بحب المعكرونة وبحب الاندومي وبحب زين انت شو تفطر؟ افطر شوربة ماجي وشوربة وسمبوسة بعد وتمر ورطب وماي ولبن وكل شيء صح؟ اه زين انت تحب التمر ولا الرطب؟ تمر. تفطر تمر كل يوم صح؟ زين شو تغديت اليوم انت؟ تغديت رز يا ويلي زين ودجاجة وهريس. يعني مو صايم انت اليوم؟ لا اكيد اكيد مو صايم. امس صمت؟ اه امس امس اه. وباكر؟ لا. ليش؟ عشان اول ما اجوع بروح باكل. عشان اول ما جعت تروح تاكل. امس ما جعت؟ جعت. على كيف صمت امس؟ امس صمت ولا لا؟ قول الصدق، امس صمت ولا لا؟ ولا يوم صمت في رمضان؟ ما يصوم؟ ما صام اليوم؟ وأمس صام ما يصوم يعني عبد العزيز. وأنت عبد الله شو تحب تأكل شو تحب تفطر في رمضان؟ فريد وهريس وسمبوسة وعيش وبس وتمر ولبن. ما شاء الله. إنزين معنا اتصال نقول السلام عليكم. قل شو اسمك؟ تعال أنس تعال. الو الو ممكن تخفين على صوت التلفزيون تسمعينه من الهاتف؟ الو الو خفي على صوت التلفزيون وسمعينه من الهاتف. الو السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ شيماء. شيماء من وين؟ الفجيره. يا هلا فيك بكل اهل الفجيره. شيماء بنسالك بعدين نبغي منك مشاركه. اوكي. ماذا نسمي قائد سفينه الغوص؟ في الإمارات شو نسميه؟ الربان. الربان هذا بالفصحى نبغي نحن بالعامي. نعم النخذة. صح يا أنيس النخذة صح ولا لا؟ أنيس مو واثق أنيس صح ولا لا؟ شو أنيس تحمس. بالفعل إجابتك صحيحة النخذة. ألف ألف مبروك فزتي معانا كوبون في آي بي قيمة 500 درهم مقدم من حديقة ياس المائية بأبو ظبي. معانا اتصال ثاني نقول ألو السلام عليكم. انقطع الاتصال. ألو قعدوا قعدوا. محمد أنيس لعوستنا ترى اطلع برا. روح روح ما نبغاك خلاص. تعال تعال بنشوف الرسمة خلاص آسفين. خلصتي الرسمة ولا للحين؟ لسه. شو رسمتي للحين؟ سماء وشمس وعاد بكمل بالقوز قزح ألوانه. وبعدين شو ترسمي بعد القوز قزح؟ شجرة وورود. لا تحت اكتبين أطفال الدار. زين؟ أوكي. ناخذ اتصال ثاني نقول السلام عليكم.
الو الو رنا، رنا السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ رنا صح؟ لا جنى. رنا نبغي، لا جنى، جنى جنى جنى، نبغي مشاركه بسرعه، مشاركه وتربحي معنا جائزه عن النظافه. تفضلي. يجب انه لو لقينا شو اسمه وسخ بالطريق لازم نحطه، لازم نرفعه ونحطه بالزباله، ولازم نحافظ على نظافه جسمنا، وكمان لازم ما نبني اوساخ على الارض وشو اسمه. شكرا شكرا يا جنى على هذه المشاركة، والف الف مبروك استماعنا كوبون في اي بي بقيمة 500 درهم مقدم من حديقة ياس المائية بأبو ظبي. الحين نشوف مع بعض وين وصلت غدير في الرسمة. خلصت القزقزة، راح اكتب اطفال الدار. بس نبغي اطفال الدار بسرعة، اكتبي لنا اطفال الدار. نروح لأنيس، أنيس الزعلان اليوم. أنيس حضرت الهدايا؟ ما حضرت، مرحبًا مرحبًا. للأطفال الذين يرغبون في المشاركة في المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أذكر حسابات البرنامج اللي هي في تويتر هاشتاج أطفال أندرسكور الدار، وعلى فيسبوك آت الظفرة تي في. وقبل ما نختم الحلقة نعلن عن اسم الفائز من مسابقة سؤال موقع التواصل الاجتماعي لحلقة يوم أمس، والسؤال كان ما اسم باب الجنة الذي يدخل منه الصائمون؟ والإجابة هي باب الريان. فاز معانا في المسابقة أو فازت معانا في المسابقة فاطمة عبد الله مال الله من الإمارات، مبروك باستي معانا جائزة نقدية قيمة 500 درهم مقدمة من قناة الظفرة، ألف ألف مبروك. ولا تنسون أن المشاركة في المسابقة يومية على حسابات القناة. وخلصت حلقتنا للأسف اليوم، تابعوا أطفال الدار غدا مع زميلتي خديجة الطائي، في أمان الله.